شأنهم شأن المواطنين المغاربة المهاجرون واللاجئون من مختلف البلدان يخضعون لعملية الإحصاء، نسبة كبيرة منهم من القارة الإفريقية. إدماج هذه الفئة من المواطنين من خلال عملية الإحصاء ستساهم في تكوين صورة واضحة ودقيقة حول وضعية المهاجرين في المغرب. أنا طالبة هنا بالدار البيضاء وأنحدر من الجابون. المملكة المغربية تقوم بعملية الإحصاء لجمع معلومات تهم جميع الأشخاص المقيمين بترابها. من هذا المنبر أدعو كل المواطنين للمشاركة في هذه العملية. عملية الإحصاء جد مهمة لأنها تساعد في تقييم مجموع المواطنين المغاربة وكذا المهاجرين واللاجئين في المغرب، كما تساهم في تحسين الوضع الاجتماعي لعدد من هؤلاء الأفراد وإدماجهم بشكل جيد في المجتمع المغربي. صراحة ما لقيناش إشكال معهم، كاين تجاوب، وبالنسبة حتى كيساعدونا حتى في كتابة الأسماء ديالهم باش نكتبوها بطريقة ميسرة وصحيحة 100%. كاين إقبال وكاين يعني ترحيب من طرفهم، وهذا دليل على أنهم يعني لقوا راحتهم في المملكة. تسهيلاً لعملية إحصاء المهاجرين واللاجئين، قامت المندوبية السامية للتخطيط بتكوين أفراد من هذه الفئات لمساعدتها في جمع المعلومات، وبالتالي تخصيص حيز مهم لهذه الفئة في التقرير العام للإحصاء. مهمتي هي أن أكون صلة وصل في هذه العملية التي تهم المهاجرين من مختلف بقاع العالم. بالنسبة للأفارقة فدوري هو تسهيل التواصل بين الطرفين لتفادي أي سوء فهم، نظرا لأن عددا منهم لديهم صعوبات في التواصل. في إطار تحقيق مبدأ الشمولية في الإحصاء العام للسكان والسكنة، وخاصنا باش ما نساو حتى فرد من الناس اللي عايشين في المغرب من السكان القانونيين، دارت واحد الشراكة بين المندوبية السامية للتخطيط والأمم المتحدة بين المفوضية السامية للاجئين والمنظمة الدولية للمهاجرين بالتنسيق مع مؤسسة شرق غرب اللي كتعنى بهاد المجموعات. وكيف كتعرفوا اننا درت واحد لا كومونيكاسيون، واحد لا كومبان دو كومونيكاسيون اللي درت فيها لا سونسيبيزاسيون ديال المغاربه، وعلى غرار هذيك لا سونسيبيزاسيون كان خاصنا واحد الحمله تحسيسيه لهاد المجموعات. وباش نديروا الحمله التحسيسيه ديال المجموعات خاص الناس اللي ديجا من يلفون بارتي دو سي كومينوتي هما اللي قاموا بهاد الحمله التحسيسيه. معطيات دقيقة حول المهاجرين بالمغرب ستساعد المملكة في تحيين ووضع استراتيجيات مهمة للهجرة واللجوء، بالنظر للدور المهم الذي تلعبه هذه الفئة وقيمتها المضافة في المجتمع إذا تم استثمارها وإدماجها بالشكل الأمثل.